صلاح فتحي قسم الانتاج الفني في قناة طيور الجنة. طبيعة عمل قسم الانتاج الفني اللي هو مسؤولين عن جميع معدات التصوير من كاميرات ومعدات إضاءة وكرين وشاري وكده. احنا اللي بيميزنا في شغلنا الحمد لله ان احنا والمخرجين وجميع ما بيكون في او جميع اللي بنكون في مكان التصوير او اللوكيشن بنتعامل مع بعض على قلب واحد. اهم حاجة عندنا اللي هو خروج العمل في اجمل صورة، وان شاء الله يكون جميع اعمالنا وجميع شغل قناة طيور الجنة عجبكم ان شاء الله، وربنا يعين ويوفق جميع القائمين على القناة ان شاء الله. وطيور الجنة عالمنا.